لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه، وبعد. أيها الطلاب، لقد نزل القرآن الكريم من عند رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، نزل في شهر رمضان فكان أفضل الشهور، نزل به جبريل عليه السلام فكان أفضل الملائكة، نزل على قلب سيدنا محمد فكان أفضل الرسل، نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين فكانت العرب أفضل الأمم، وكانت اللغة العربية من أفضل اللغات. القرآن الكريم هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الأكارم، قراءة القرآن تجارة مربحة مع الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل، يخبرنا القرآن الكريم أن هناك ثلاث تجارات مع الله عز وجل مربحة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور. تجارة مربحة لا تفسد لا تخسر، فقراءة القرآن هي أحد هذه التجارة، بل أن الله عز وجل بدأ بها في الآية، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف، بل أن أحد السلف يقول أن قراءة حرفا من القرآن في رمضان بألف حسنة. ورد عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه كان يترك مجالس الحديث ومجالسة العلماء، وكان يقبل على القرآن الكريم، وكان يتدبر معانيه ويراجع ألفاظه الكريمة. وورد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.